number 11, page 305, model number 2. If the curve of the function xy equal e power x has local minimum value at y equal. يعني هنجيب الـ derivative of the function ونشوف عندنا لما نساوي derivative first derivative بالنسبة للـ function equal 0 أشوف الـ y تبقى بكام عندي. طيب لازم نجيب طبعا derivative function هنا الـ x product by y equal e power x. ممكن أقول له إن الـ y equal e power x over x. يعني الدومين عندي r subtract set of zeros in numerator, يعني الدومين r ما عدا الزيرو, يعني undefined at x equals 0 الفانكشن بتاعتنا. طيب بالنسبة للدريفتيف بقى الفانكشن اللي معايا dy by dx, باخد الدنوميريتور باور 2, باخد الدنوميريتور الدريفتيف النوميريتور subtract by e power x derivative الدنوميريتور 1. نقدر نكمل يعني ناخد الـ e power x height cone factor, فيبقى هنا x minus 1 over x power 2. تمام. طيب بالنسبة الاكزامبل اللي هو عايز يشوف مينيموم فين, فاحنا ندرس لما الـ x تبقى بزيرو. طبعا بسوي الفانكشن دي بزيرو عندي واعمل كروس, فاقول والله الـ e power x product by x minus 1 equal 0, فتبقى الـ x هتبقى ب 1. يعني لما اسوي ده بزيرو بوت الـ y dash equal 0, فهلاحظ ان الـ e power x product by x minus 1 equal 0 عندي حلين, يا يعني اما الـ e power x بزيرو يا اما x minus 1 بزيرو, فتبقى الـ x بايه؟ 1. تمام؟ طبعا الـ e power x مستحيل تبقى بزيرو, ده ما ينفعش. فانت عندك يعني نقطتين, يا اما الـ x تبقى بزيرو 2 points, x بزيرو x بايه؟ 1. ده هندرس عندها شكل الفانكشن بتاعتنا اللي هو critical point. عندي هنا الزيرو الـ 1 بتبقى undefined عند الزيرو. طيب بالنسبة للفانكشن بتاعتنا الأصلية دلوقتي بنجيب الـ f of x دي الأصلية والديريفيتيف بتاعنا اللي هو الـ f dash of x. هنيجي عند الفانكشن دي ونعوض مثلا بأي نمبر من الاكزامبل, يعني للزن 0 يطلع بنيجاتيف مثلا, نكتب هنا نيجاتيف تطلع دي بوزيتيف ودي نيجاتيف, هيطلع الحل نيجاتيف هنا. من 0 1 نعوض بهاف مثلا, وهاف 1 ماينس هاف بنيجاتيف, هيطلع برده بنيجاتيف. طيب اكبر لو عدنا مثلا 3 يطلع بوزيتيف, يعني في تزايد كده موجود معايا. هو عايز بقى في الاكزامبل مينيمم ات ايه؟ المينيمم عندي بيكون ات اكس ايكوال 1. شايفين الشكل بتاعنا, والمينيمم at x equal 1, يبقى ناخد الإجابة بتاعتي اللي هي letter C. تمام. بس هو مش عايز كده, هو قال لك الفاليو بقى تبقى بكام, عايز الفاليو بتاعت الواي تبقى بكام. هي عرفنا لما الاكس تبقى بكام 1, طب الواي تبقى بكام؟ نقعد بقى في الفانكشن الأصلية كده عشان نجيب الواي at x equal 1, حط هنا ب 1 يبقى الواي equal E, يبقى إجابتك بإيه, لانه عايز ال y مش عايز ال x. فهمتوا؟ بعد ما اجيب ال x و y يعني هي بتبقى minimum عند مان عند ال 1. تمام. طيب ال value تبقى بكام بقى؟ نرجع للفانكشن الاصليه نعوض مكان ال x ب 1, فال y هتساوي ايه؟ يبقى اجابتك تبقى ايه. next question number 12. هنا الانتجريشن من اول 2 ل 4, فانكشن f of x dx كان بيساوي n, والانتجريشن من 4 ل 2 كان بام. طيب يعني يبقى من 2 ل 4 بنيجاتيف ام, صح؟ ومن 2 ل 4 عايزين بقى نحسب, هو قال لي من 4 ل 2 بام. طيب عايزين نحسب الانتجريشن ده, طبعا انت هتوزعه من خواص البروبرتيز بتاعته, يعني هو جاب لك معلومات وانت هتعوض من خلالها. طبعا انت عارف الانتجريشن خلاص عكسناه, لما يبقى 4 ل 2 تبقى 2 ل 4 لنفس الفانكشن ولا فانكشن ثانيه اللي هي جي اوف اكس دي اكس كان بام تبقى نيجاتيف ام. تعالى بقى نحل المسألة اللي هو عايزها. هو عايز الانتجريشن من 2 ل 4 للفانكشن اللي هي f of x, هنوزعها معايا كده يا شباب, f x dx subtract by 2 integration من 2 ل 4 g of x dx plus integration من 2 ل 4 1 dx. لو قلنا الناتج هنا طلع ب n, هو كاتبه ب n اهو, هنا احنا قلنا هنعكس ده من 2 ل 4 يبقى نيجاتيف ام, نيجاتيف طب نيجاتيف بوزيتيف, يبقى ليه بوزيتيف؟ انتجريشن بقى ده هنحله, تبقى اكس من اول 2 ل 4 يبقى ان بلس 2
to m وهنا تبقى 4 minus 2 يعني n وهنا تطلع ب 2 موجودة معانا اللي هي لتر دي. تعالوا نشوف الكويشن اللي بعده لتر بي. مسألة انتجريشن ل 2 كوزين باور 3 اكس ماينس كوزين اكس دي اكس على ساين اكس ماينس 2 ساين 3 اكس. عايزين نحلها. هنا نلاحظ فوق ان الكوزين متكررة، ممكن ناخدها هتكون فاكتور والساين مكررة. يعني نكتب هنا الكوزين اكس فيبقى لي 2 كوزين باور 2 اكس ماينس 1 دي اكس، وهنا اخد الساين اكس فيتبقى 1 ماينس 2 ساين باور 2 اكس دي اكس. نقدر نكمل. عندي 2 كوزين باور 2 اكس ماينس 1 هي كوزين 2 اكس، يعني هنا كوزين اكس اوفر ساين اكس في كوزين 2 اكس من ايدنتيتي حافظينها كلنا. وان سبتراكت 2 ساين باور 2 اكس برضه عباره عن كوزين 2 اكس. نقدر ان احنا نختصر كوزين 2 اكس مع كوزين 2 اكس تبقى دي اكس. بعد كده كوزين على الساين يا اولاد، هنا كوزين ديريفيتيف للساين. طالما النوميريتور ديريفيتيف للنوميريتور يبقى دي لين. يبقى الحل بتاعنا هقول هنا لين الابسولوت فاليو للنوميريتور ساين اكس بلس كونستانت. فهمناها؟ يبقى اول خطوه عملناها هنا في الاكزامبل خدنا طبعا الاجابه بتاعتنا نختارها الاول اللي هي ناخد لتر بي. طيب تاني الشرح تاني، خدنا هنا كوزين مكرره هتكون فاكتور بتوين تو تيرمز، فتبقى لي هنا كوزين باور 2 اكس ومعايا 2 بره، كوزين اكس باي كوزين اكس ديفايد ديك 1. وهنا في الدومينيتور خدنا الساين اكس هتكون فاكتور فتبقى 1 سبتراكت 2 ساين باور 2 اكس دي اكس. طيب احنا خدنا الايدنتيتي قبل كده ان كوزين 2 اكس عباره عن 2 كوزين باور 2 اكس ماينس 1 او 1 ماينس 2 ساين باور 2 اكس او كوزين باور 2 اكس ماينس ساين باور 2 اكس، دول حافظينهم طبعا. هنا هنختصر طبعا هنشيلها بقى ونكتب الايدنتيتي بالكفاءه. كوزين 2 اكس على كوزين 2 اكس يروحوا مع بعض، واتبقى معايا هنا انتجريشن لكوزين اكس على ساين اكس دي اكس. لاحظ النوميريتور ديريفيتيف للنوميريتور، فبالتالي اقوم كاتب لين ساين اكس بلس كونستانت. مفهوم الخطوات؟ يبقى ناخد بالنا من الكوزين الرول بتاعتنا كوزين 2 اكس ايكوال 2 كوزين باور 2 اكس ماينس 1، او اقول له 1 سبتراكت باي 2. القوانين نحفظها عشان الايدنتيتي بتاعتنا 1 سبتراكت 2 ساين باور 2 اكس، او اقول عباره عن كوزين باور 2 اكس ماينس ساين باور 2 اكس.